السلام عليكم يا شباب، كيف الحال؟ بالنسبة الآن هذه سي اكس 9 2018، بالنسبة الآن تعبت خمس علب طبعا كاملة، وهذا مقاس الزيت. طبعا شغلت السيارة مدة كم؟ 5 دقائق، الآن تقريبا 10 دقائق، طفيتها وخليتها 10 دقائق 5 دقائق، الحين باشيك لكم الزيت. طبعا يا شباب داهو زين، نشيك الآن عشان الشباب شوفوا الزيت لوينه. هذا الآن 5 علب، ما في أي مشكلة يا شباب، بالعكس كده ممتاز ولا يزيد، ما في أي مشكلة. هذا الآن 5 علب يا شباب.